توكلنا على الله. شعر ها؟ شعر يا شوف الذكية جاية يعني كذا عشان قريب من الكورة. يلا إذن شعر إذن خشم عيون بطن كورة. خطأ خطأ على جواهر. خطأين على جواهر. خطأين على جواهر ونقطتين. ليش ترمي الكورة؟ ليش ترمي الكورة؟ تمام جيبي تمام. انا قلت بطن كورة راحت هي اخذت الكورة على طول. خطأ عليكي. تمام نبدا. يد يد كذا. جواهر جواهر خذي مكانك تقدمي شوية. ايوه ممتاز. يد شعر اذن يد شعر بطن كورة. تعادل 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 تعادل. خلوه مكانها خلوه مكانها خلوه مكانها. يد رأس عيون إذن رأس كورة. ما خطر المرة الثانية. واحد مقابل لا شيء لأحمد. واحد مقابل لا شيء لأحمد. يلا انا واحد. لا انت خسرتي. لا تعادل ما تحسب. ايه بطن عين إذن رأس شعر كورة. ايه اثنين مقابل لا شيء. يد يد كوع كوع كورة. كورة. لا ما قال ما قال. وحطت يدي كذا. ارجع رجع رجعي رجعي. خطأ خطأ ثاني نقطة. انتبهي. ايه يلا ثبت الكورة. اخطاء جواهر. كوع كوع كوخ. وين كوخ؟ وين الكوخ؟ وين الكوخ؟ وين الحق؟ خطأ. لا إذا كان كوخ إذا كان كوخ ما تسوي شيء. ما تسوي شيء. لعبت عليك أنا لعبت عليك. شنو المس؟ لا مو بلازم مو بلازم. لا لعبت عليك. من الجسم. جواهر أخطأت للمرة الثانية فمعناته يا جماعة نقطة كمان لأحمد. يعني كذا ثلاث نقاط لأحمد يعني من خمس نقاط. لو جابت واحدة ما مسكت الكورة. اللي اللي مسكتها مسكتها اللي يوم قال شعر كورة. أحمد أحمد رجاء والخطأ الأول خطأ هذا أحمد رجاء. نعم نعم تفضل يا جماعة. أنا مرتين أخذ الكورة بإجابة صحيحة والباقي أخطاء. أحمد مرة واحدة. أيوة أنت عندك نقطتين جت عليك بالخطأ كلها أخطاء نقطتين والنقطة اللي أحمد أخذ فيها الكورة. إذا ثلاث نقاط. إذا مبروك لعبة البداية لفريق هو مبروك.